محامي راتب خليفة جروح القضاء، مرشح اللامركزية عن لواء الموقر، أجمعت عشيرة القضاء والحمد لله على أن يكون هناك مرشح لللامركزية، والحمد لله حصلت على ثقتهم. أشكر أبناء عشيرة القضاء كافة شيبا وشبانا، أشكر أبناء لواء الموقر كافة، وأشكر كل من دعمني وآزرني في هذه المرحلة. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الأستاذ المحامي راتب خليفة القضاء مرشح اللامركزية عن منطقة لواء الموقر. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أهلا وسهلا يا ستي، أحييكم بداية في لواء الموقر. أنا المحامي راتب خليفة جروح القضاء، مرشح اللامركزية عن لواء الموقر، أجمعت عشيرة القضاء والحمد لله على أن يكون هناك مرشح لللامركزية، والحمد لله حصلت على ثقتهم بهذا الاجتماع. نعم، بس ما هو سبب ترشحك لهاي الانتخابات بالتحديد؟ والله السبب كان الخدمة العامة، إن شاء الله تقديم الخدمات العامة. نعم، بس تعرفني أكثر على برنامجك الانتخابي. ستي، أول الخطوات إن شاء الله ستكون الاهتمام بالجانب الشبابي عن طريق تحسين البنية التحتية في لواء الموقر لجلب الاستثمارات لتخفيف نسبة البطالة في هذا اللواء، وعمل مراكز شبابية وثقافية ورياضية للاهتمام بالشباب. نعم، شو بتحب توجه كلمة للمواطنين بخصوص ارتفاع نسبة العزوف عن الانتخاب؟ والله هي مشاركة سياسية، وحسب توجيهات جلالة سيدنا أطال الله عمره، أنا أحث المواطنين على التوجه لصناديق الاقتراع للمشاركة السياسية. نعم، في هذا الاستحقاق الدستوري. ننتقل إلى الجانب الوطني، لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ أتشرف بلقاء جلالة سيدنا أطال الله عمره، وهو اللي أوجد فكرة اللامركزية من خلال الأوراق النقاشية طبعا، ومن خلال حث وتوجيهاته للحكومة على التوجه لللامركزية من خلال التمكين السياسي للشباب. نعم، لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ أشكر أبناء عشيرة القضاء كافة شيبا وشبانا، أشكر أبناء لواء الموقر كافة، وأشكر كل من دعمني وآزرني في هذه المرحلة. شكرا لك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن أشكر الأستاذ راتب القضاء على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا ورساسنا. يسعد مساك وشكرا لك. العفو العفو يا ستي، ويا ميت هلا. كلك زوج.